السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتسألني تقول لي بتربي الكوكتيل ده بالذات ليه، وبالذات اللي هو اللاتيني ليه؟ أقول لك لأنه عصفور مربح في السوق، سهل جدا جدا تسويقه، بيتسوق في أي مكان على النت وفي السوق، ما بتنزل بيتباع منك بسرعة لأنه بيكون مطلوب جدا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، بقوم من النوم الصبح بدخل العصافير بطمن عليهم، ابص على الميه على الاكل، اغير لهم الاكل، اغير الميه طبعا بتبقى مش نظيفه، احط ميه نظيفه تمام، وبعد كده اتفقد العش وافتح العش واشوف الدنيا فيها ايه، احضر العش ولا لا. طبعا انا كنت حاطط ان الشاره ديت جوه العش كانت كوم كده زي الهرم، طبعا الذكر دخل جوه فردها، ومعنى ان هو فردها يعني هو كده خلاص بيجهز للعش، ومعنى بيجهز للعش ان هو خلاص هيحصل تخصيب بينه وبين الانثى، وهتبدا تبيض كلها خلال يومين ثلاثه باذن الله. كذلك برضو الروز من العصافير المربحه جدا جدا. ابدا بجوز واحد من اي نوع وشوف الانتاج اللي هيجي لك والرزق اللي هيجي لك منهم ان شاء الله. ده عندي هنا الروز، روز اورانج اوبلاين، وطبعا برضو هنا العش بتاعهم تمام، او هنا لقيت برضو نتاية محضرة للعش. طيب اللي الاورنج اوبلاين دوت سعره عالي في السوق دلوقتي، بيوصل ل 1800 جنيه و1500 جنيه. الزغاليل ب 800 جنيه، الكوكتيل بسم الله ما شاء الله دلوقتي الزغاليل منه بقت ب 600 جنيه، اللي كانت بتتباع ب 250 و300. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.